وفدنا يود التأكيد على ثلاثة معطيات رئيسية. المعطى الأول وهو اعتقادنا بأن القيمة المضافة المنشودة من تفعيل الوكالة الإنسانية الإفريقية تتمثل في تكريس نهج إفريقي محض في التكفل بالمسائل الإنسانية، نهج ينطلق من الواقع الإفريقي، ونهج يتسق مع الوتيرة المتسارعة لتفاقم النزاعات واستفحالها في قاراتنا، ونهج يعلي قيم التضامن والتكافل التي أسست للمشروع الإفريقي الوحدوي. المعطى الثاني وهو التشديد على ضرورة ضمان تنسيق وثيق وتكامل فعال بين الوكالة الإنسانية الإفريقية ومختلف الآليات للاتحاد الإفريقي، الآليات المسؤولة عن الاستجابة للأزمات الإنسانية وعلى رأسها آلية القدرات المدنية القارية للتأهب للكوارث والاستجابة لها. والمعطى الثالث والأخير وهو دعم المقترح الذي تقدمت به المفوضية حول تركيبة الهيكل التنظيمي لهذه الوكالة الإنسانية، مع الدعوة إلى التسريع بإنشاء مراكز إقليمية لذات الوكالة وتزويدها بالإمكانيات اللوجستية والمالية الضرورية. وختاماً، يتقدم وفد بلادي بخالص التهاني لجمهورية أوغندا على اختيارها لاحتضان مقر الوكالة، ونثمن هذا الاختيار الصائب لهذا البلد الشقيق الذي نثق تمام الثقة أنه سيقدم عبر استضافته هذه الآلية الهامة مساهمة معتبرة في سبيل معالجة التحديات المستعجلة التي تواجه قارتنا في المجال الإنساني.